السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. كما على بالكم انا الوالده راه كي توفات جداتي اللي هي امها اللي ربتني، راني يعني عايش في المقبره كل يوم في المقبره. تلاقيت هاد الجماعه هنايا، هاد الجماعه كاع هما هنا، هادو هنا يحفروا القبور سي صح، يحفروا حفاره تاع القبور هنا. وانا نشهد عليهم ساكن، يعاونوا الناس، خاص كلمه يجيبوا لك يرقعوا القبور. قالوا لي شهرين ما خدمناش، ما خلصناش. وكاين الناس عباك دروك هادو ثاني من حقهم، راه جاي العيد، رجع لهم الناس ياكلوهم. راه كاين والله، لا كاين موتى مساكين، والله ما غادي يندفنوا. يعني انا نطلب من السلطات بكل احترام، بكل موده، بكل شفقه، بكل ما انا جاي نعايروا، ما انا جاي نسبوا، رانا هنا في 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 في, في مقبره. الو نقول لكم اللي شوفوا لهاد الناس، صدق عليكم شوفوا لهاد الناس حقهم. ما اناش نقولوا زعما عطوهم ولا هاد الناس، البلديه تخلصهم سي صح. نطلب منكم تشوفوا كاع عندهم عائلات، عندهم اولاد، عندهم ليكوش، عندهم بزاف. صدق عليكم المسؤولين شوفوا فيهم. وانا نقول لهم ربي يكون معكم. وقالوا لي حمبوك خاصني دير لنا هذا الفيديو. حمبوك خاص، انا كيما يقول لك جي با المغال، مي صدق على المرحومه، لازم نوصل الصوت تاعكم، لازم نوصل الصوت تاعكم، وان شاء الله الصوت تاعكم يكون مسموع وتنسمع. ثلاثة تعليق. ورانا في كورونا نخدموا زعما ماشي غير ما كانش اللي راه يدفن الفراملة حبسوا، لا بوليسي بعدوا، احنا رانا متقدمين وانا مقمرين على روحنا. اوكي احنا خويا هنا ما جينا نلوموا حتى واحد، ما جينا ناخذ. ثاني الشرطه تخدم خدمتها، الفراملة ثاني مساكين راهم يخدموا خدمتهم. كل واحد مساكين راه يتعب، كل واحد راه يتعب. احتراماتنا للشرطه، للفراملة، للاطباء، واحتراماتنا لكم. ولكن احنا جينا هنا باش نقولوا ان شاء الله هذا الفيديو يكون مسموع. وشوفوا باقي شعال، باقي 4 أيام من العيد ولا. الله يرضى عليكم يا مسؤولون بكل احترامات. ماناش نقول لكم انتم ظالمين ولا سرقتوهم ولا، ولكن بالك عندكم حاجه تلاهين، ولكن هادو ثاني لازم نشوفوا فيهم. حنا نطلبوا من الولي يتدخل في هذه القضيه. حنا رانا مهمشين، رانا في 4 سنين في الغبينه، لحقنا 3 شهور ما خلصناش. والمسائل جاو عندنا، المسائل كاع جاو تاع الولايه، جاو كاع جاو، المسائل جاو بصح ما داروا لنا والو. وعود كاذبه جماعه، وعود كاذبه. اوكي مسؤولين، ولي ولايه وهران ان شاء الله يوصلك هذا الفيديو. على بالي بلي هاد راهم كي خوتك، راهم كي خوتك. شوف فيهم وربي ربي 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 والله ما يخيبكم، لانه هاد الناس كيما كاع كي شكون درك اللي قبل يخدم حفار قبور، يقدروا كاع يروحوا يخدموا واحد اخرى، يقدروا يروحوا ترافيكو، يقدروا دروك راهم يخدموا هاد الخدمه، خدمه شريفه هذه، وخدمه يدوا عليها اجر ثاني. الله يرحم كاع الناس اللي ماتوا. انا راني هنا نجي في المقبره وراني نشوف ديكا، راني نشوف الناس وكاع المتحره، وهادو الناس انا نقوهم. رانا ربي يرحم الجميع وربي معكم وان شاء الله. واش من فايده الناس عندها والديها ميته؟ يا جماعه بالك هادو كاع ما يغيدوكمش، يغيدوكم الموتى مساكين. والله لا كاين الموتى راهم يقارب. كاين دي فوا والله يا محمد نقسم لك بالله، كاين دي فوا ميت والله يا مواليه يعيفوه، حنا نفدوه حنا ندفنوه. كيما مومو تاع الصيف، كيما مومو تاع الصيف اقسم بالله العلي العظيم كاين اللي يطلق الريحه مدودين والله الا ولاده يهربوا منه، حنا نرفدوه معليش ندفنوه. شوف اخي العزيز، حنا اش غادي نديروا؟ هذا اللي راه يقارع الجثه ولا لا يتقارع، نظن باللي شوفوا زيدوا في سبيل الله، زيدوا باسكو ربي من هذا من من هذا الميت مسكين ما تخلوهش برا هاك، والله غير ربي يشوف فيكم. باسكو ربي اسمح لي، ربي هو اللي يسيرها، ما يسيرها حتى والله ربي ما يخيبكمش، والله ربي ما يخيبكمش. وحنا صوتكم ان شاء الله يكون مسموع. وانا كما قلت راي عند الشيبانيه حبستوني، صقع للشيبانيه ودعوا للشيبانيه الله يرحمها، ندعوا ان شاء الله وربي معاكم، واللي قادين عليه رانا هنا. الله يحفظكم كما وعدتكم، هذا دوك تلقوا في رابا. شكرا جزيلا، رانا في 4 سنين هكا، ربي 4 سنين رانا نشوفوا ان شاء الله هذه الخطره ان شاء الله ما نخلصوش ثاني بزاف. كريم كان شويه معاونين عيدكم معليش معليش. هذا الفيديو احنا جماعه دقيقه اخي، هذا الفيديو للتذكير، ما للزقا ما للفتنه، له ناس طيبين شتو، ما زقوا، ما كان اللي يسب، ما كان اللي عاير، راهم صابرين جماعه. غير حقهم، شوفوا فيهم واعطيهم حقهم. هضرنا ماشي خطره ماشي معليش، انتوما قعدوا في الكالم، قعدوا اسمح لي خويا
قعدوا هكا زين ناس عاقلين ناس هذه هي طلبوا حقكم بالرزانه وانا والواجبات كاع سينا نضربوا خاصنا خاصنا يخلصونا لابي انا نضربوا غير لابي هذا البريما وقاعدين ودي مرجع نخمو فيها معليش ان شاء الله الا كتب الله هذا الميساج يوصل وان شاء الله يريق لكم الامور وربي معكم وسمحوا لنا لا ربي يحفظك انت محمد بارك الله فيك هذه سقى على الوالده تاعك يحفظك الله يحفظك الله يرحمها الله يرحمها السلام عليكم.